طيب سامي. لو قلت لك سؤال هذا بطرح على الشباب، من بين كل الأصدقاء هناك صديق واحد يشبه البحر تزوره كل مضاق صدرك، من جاب بالك الحين؟ جاب بالي صديق، تقدر صديق غالي علي طبعا. عطنا اسمه، وجه له تحية، وجه له رسالة. بدر الدين كنجو، أوجه لك تحية من القلب يا بدر، أنت صديق غالي وعزيز، وإن شاء الله ربي يسعدك دنيا وآخرة. يا سلام، الله يديم محبتكم ويديم قوتكم. حمادة يقول لك الصديق أو بعض الأصدقاء مثل البحر، يعني إذا ضقت تهرب له أو تزوره يعني. نعم. اللي جاب بالك مين الحين؟ عبيد ابن سالم الحرار، عبيد الشويطاني. نعم. طيب ايش توجه له؟ هو يدري باللي بخاطري، أوجه له الله يخليك لي على ما قال، الله يخليك لي يا ابو سالم، طول عمرك سند لي ولغيري، الله يبيض وجهك، الله يديم المحبة والرفقة. ابو علي ايوه حبيبي، وين راح حبيبك وصديقك العزيز احمد غباشي؟ والله والنعم باحمد، والله زعل، والله العظيم زعل، حذف الدنيا هذيك. انت عم تقول لي صديق، في اصدقاء كثير الحمد لله، أصدقاء يعني كثير. احمد غباشي احمد من الناس، اخوي مو صديقي، اخي. يلا جحد ابو حميد، خلاص ضبط اخوي التي لم تلده امي احمد. ايوه خلاص مبسوط احمد غباشي، يقول رضيت عليك. طيب اعطونا الاتصال الثاني، خلونا نستقبله.